السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في المقطع ده هنشرح تحديات الديدبول الاسبوعية. والاسبوع الاول في تحديين، التحدي الاول اللي هو احصل على خطاب ديدبول، وده مكانه. والتحدي التاني لا تشكر سائق الحافلة. خش جيم عادي ومش هنشكر في سائق الحافلة. وكده يكون خلصنا تحديات الأسبوع الأول، وهم 9 أسابيع. كل أسبوع إن شاء الله هينزل تحدي.